مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي بعد الفاصل. يعني معانا طبعا بينورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. استاذ رامي منورنا ومشرفنا. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ وكل الساده المشاهدين قناه الاهلي، وكل سنه والنادي الاهلي بالف صحه وخير. النهارده يعني مرور 112 سنه على تاسيس النادي الاهلي. كل سنه وكل جماهيره ومجلس ادارته ولاعيبته ومحبيه بخير وسعاده دايما ان شاء الله، ورمضان كريم كمان ان شاء الله. رمضان على الابواب يعني ان شاء الله. الله اكرم. منورنا ومشرفنا طبعا كالعاده، ونسعد بوجودك دائما. خليني اقول لحضراتكم بعض التعليقات الخاصه بجماهير النادي الاهلي العظيمه في هاشتاج 112 سنه اهلي، واللي هو تريندنج دلوقتي على تويتر. خلينا نبتدي بعبد الهادي جادو اللي قال 112 سنه اهلي في حب نادينا، 112 سنه مبادئ ودي اكبر نعمه في حب الاهلي، 112 سنة بطولات لا عد ولا حصر لها، كل سنة ونادينا بخير ومزيد من الحب والبطولات، 112 سنة أهلي. كمان يوسف قال 112 سنة ونسرك في السماء عالي، 112 سنة تاريخ ومجد وبطولة، اتولدنا بنعشقك وحنموت وإحنا بنعشقك، جيل بيسلم جيل، عزة وكرامة وطنية رافع راسنا وإحنا معاك يا أهلي، نادي القرن والقرون اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. كمان من ضمن التعليقات الخاصة بجمهور النادي الأهلي أحمد طه قال 112 سنة والرموز والأساطير والأجيال تتوالى، 112 سنة والأهلي يسير بلا توقف. أيمن فهمي قال 112 سنة، كل سنة والأهلي دايما فوق الجميع، كل سنة والأهلي دايما كبير أفريقيا والعرب بإنجازاته وألقابه وتاريخه ومبادئه وأخلاقه، حق نعمة أن تكون أهلاوي والحمد لله على نعمة الأهلي. طيب ناخد اخر حد معانا، محمود جمعه قال لولا الاهلي لما تعلمنا الانتماء، لولا الاهلي لما تعلمنا الوفاء، شكرا نادي القرن 112 سنه اهلي. يعني في تعليقات كتير بصراحه يعني من قبل جماهير النادي الاهلي على هاشتاج 112 سنه اهلي. والنهارده طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا وبدينا حلقتنا النهارده، ان زي النهارده طبعا بيمر 112 سنه على تاسيس وانشاء هذا النادي العظيم والعريق بكل تاكيد. نرجع لضيفنا العزيز استاذ رامي عبد الحميد اللي منورنا اكيد النهارده، وفي امور وملفات كتير عايزين نتكلم عنها، لكن خلينا نبتدي طبعا بمباراه الاهلي غدا امام المصري البورسعيدي. هذه المباراه الهامه في مشوار النادي الاهلي نحو حسم لقب بطوله الدوري، شايف المباراه دي ازاي؟ طبعا هو النادي الاهلي اي مباراه بياخدها مباراه مهمه بالنسبه له، مهمه في ان هو يحقق الهدف بالنسبه له هو الثلاث نقاط، عشان طبعا المنافسه على لقب الدوري. ويمكن طبعا الظروف اللي مرت بيها الفرقه والنادي الاهلي الفتره اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا كان ليه اثر اكيد سلبي على الفرقه، على الفريق عموما، وعلى الجماهير طبعا أكيد. عندها ده امر طبيعي جدا. لكن انا عايز اتكلم على النادي الاهلي بعيد عن المباراه شويه بعد اذنك. يعني اتفضل. النادي الاهلي في ازمه حاليا، في ازمه فيما يخص الاخفاق اللي حصل في بطوله الدوري. لكن لازم النادي الاهلي يعني بطوله الدوري بس؟ بطوله الدوري طبعا وافريقيا طبعا. لكن يمكن بطوله الدوري هي البطوله الاهم والمحببه عند الجماهير، وهي دي الطريق لافريقيا دايما بتبقى مهمه. يعني النادي الاهلي لازم نبحث ايه اللي حصل خلال موسم 2018 2019. مش دفاعا عن النادي الاهلي، ولا احنا مو عشان موجودين في النادي الاهلي فبنجامل، لا، احنا هنتكلم على حقائق وواقع، يعني مش حاجه مش مثلا تؤلف او حاجه. النادي الاهلي في الازمه دي من بدايه موسم 2018 2019، من بدايه موسم بدايه الموسم يعني ان كان في حصل ارتباك عند الفريق بعد الكابتن حسام البدري لما ساب الفرقه، وكان في نوع من الازمه ناحيه اللقب الافريقي. كويس. وتولى المسؤوليه مستر كارترون، وراجل حقيقه يعني انا يعني كنت اتمنى ان هو يكون موجود او يستمر يعني. تولى المسؤوليه، وفور توليه المسؤوليه فرقه النادي الاهلي تعرضت لازمات لا حصر لها. كويس. رقم واحد اصابات. اكيد. اصابات على مدار موسم ما حصلتش لاي فريق في العالم الى العدد ده من الاصابات. العدد ده خالص. ضغط مباريات غير طبيعي، لان انت النادي الاهلي
بتشارك في عدد من البطولات، بطوله الدوري الممتاز، بطوله كاس مصر، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، واحنا كل اللي موجود طبعا العدد اللعيبه الموجود. بالاضافه لده ضغط المباريات مع الاصابات، كمان في نوع من التصيد عند بعض الناس اللي بتحاول بقدر الامكان ان هي تعمل نوع من الضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا في طبعا النادي الاهلي متعود على ده كتير، يعني متعود على ده سنين كتير، بيواجه جدا دايما بيواجه المشكله دي. لكن المشكله الاساسيه اللي مر بيها على مدار الموسم ده هي كم الاصابات وكم ضغط المباريات اللي حصل. حضرتك النهارده لك ان تتخيل ان النادي الاهلي غدا بكره ان شاء الله عنده تقريبا في حدود 7 أو 8 لاعبين خارج التشكيل خالص، يعني الاساسيين، انا بتكلم عن الاساسيين يعني. تمام. الاساسيين محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الاساسي والنادي الاهلي الاساسي، مروان محسن، عمرو السليه اللي هو احد الركائز الاساسيه دلوقتي في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، ثلاث لاعبين للايقاف. تعال بقى حضرتك بص على الاصابات، محمود وحيد الراجل لسه جاي لعب ادى بشكل كويس وتعرض لاصابه قبل كده، لسه محمد محمود لعب 8 دقايق او 10 دقايق وعين الحسود للاسف يعني. حمدي فتحي نفس الكلام، صفقه متميزه جدا في نص الملعب، لكن اقصد يعني برضو كان تعرض لظروف يعني. على المستوى الاصابات وليد سليمان، وليد سليمان بعد ما قلنا خلاص اوكي وان شاء الله هيبقى موجود وهيرجع تاني، حصل ازمه برضو اصابه. فكل دي ظروف مفيش اي فريق في العالم يتحملها. تمام. احنا النهارده بنتكلم على فريق في اي بلد او في اي دوري، زي مثلا برشلونه او ريال مدريد. لما النهارده ريال مدريد ما بقاش فيه لاعب واحد بس اللي هو رونالدو، ريال مدريد بعد عن دوري الابطال، بعد عن الدوري الممتاز، بعد عن كاس، ده لاعب واحد بس. ما بال كل الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي، النهارده في اكتر من حوالي 10 لاعبين او 11 لاعب ما بين اصابات، ما بين ايقافات، ما بين مشاكل بيتعرضوا ليها كتيره جدا. فكل ده كفيل بان هو يعني يغرق اي فريق، يعني اي فريق. لكن الحقيقه الموقف اللي بالنسبه فيه للنادي الاهلي دلوقتي هو مش موقف صعب، ولكن ايه بقى الحلول اللي على النادي الاهلي؟ كويس. النهارده في مجلس اداره محترم يتعامل مع المواقف دي بثبات، بهدوء، بعقلانيه. في مشاكل داخل الفريق، في مشاكل داخل الفريق، واي فريق يعني، اي فريق، فريق اعداد هنا، فريق في شركه، فريق في اي فريق في اي حته، شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا ان بيحصل فيه نوع من الازمات وبتتحل. ده امر طبيعي يعني. النادي الاهلي عنده مباريات متبقيه من المؤجله ليه. يمكن انا حضرتك لو تفتكر ان احنا كنا موجودين مؤجله، مش مؤجله يعني، اقصد يعني مباريات المباريات المتبقيه، متبقيه يعني 8 ماتشات يعني 8 ماتشات. لما عشان خاطر هو النادي الاهلي عشان الزمالك بس ليه لعب مباراه، ليه مباراتين، مباراه والنادي الاهلي لسه قدامه 3 مباريات عكس المنافسين يعني. لكن انا بقول ان النهارده النادي الاهلي عنده مباريات يعني مهمه، عليه ان هو يركز فيها، عليه ان هو اللعيبه النهارده تاني لازم نرجع الثقه. في ازمه ثقه عند بعض اللاعبين، مش عايز اقول كل اللاعبين، في لعيبه طبعا كبار في الفرقه، أكيد. حسام عاشور، شريف اكرامي، احمد فتحي كل دول لعيبه كبار في الفرقه، يعني رمضان صبحي طبعا من اللعيبه الكبار دلوقتي يعني. لكن انا شايف ان لازم بعض اللاعبين يتخلوا عن فكره الارتباك الداخلي، فكره عدم الثقه، فكره ان انا الناس مركزه معايا. يعني مهم جدا في حتى في الفروسيه دايما يقولوا ان الفرس لازم ينسى الفرس اللي جنبه خالص، صح، ما يبصش للي جنبه، هو يمشي في الطريق بتاعه. فمهم جدا اللعيبه مهمه في الفرقه، مش عايز اقول اسماء عشان ما يحصلش نوع من الارتباك اكتر، لكن مهم جدا اللعيب في النادي الاهلي يبقى عنده ثقه، يبقى عنده شخصيه ان هو في النادي الاهلي، ان هو بيحمل فنان النادي الاهلي، وعليه ان هو المباريات القادمه دي ما قداموش حاجه غير الفوز طبعا، ما قداموش حاجه غير ان هو يحقق 3 نقط. هو ده الاهم، وهو ده الجزء الثاني على الجهاز الفني، ان هو يتعامل مع الموقف في الفتره اللي جايه
واحنا عندنا يمكن فترات الحمد لله اعتقد كمان فيها نوع من الروحانيات داخل شهر رمضان. ففي جزء نفسي مهم جدا على الجهاز الفني ان هو يتعامل بيه، وانا اثق تماما في سيد عبد الحفيظ، اثق تماما في محمد يوسف، اثق تماما في سامي قمصان، اللي هم مجموعه يعتبروا قريبين من اللعيبه، عندهم قرب كويس وعلاقه جيده مع اللاعبين، فده مهم جدا عليهم، الدور ده مهم جدا الفتره اللي جايه. يمكن مستر غسارتي هو راجل يعني بيحاول بقدر الامكان، وعنده طبعا شيء جيد جدا قدر ان احنا اتكلمنا فيه قبل كده لو تفتكر، ان هو عنده نوع من التنظيم الكويس كويس، لكن في بعض الحاجات يمكن احنا اتناقشنا فيها قبل كده محتاجه ان احنا ممكن نعدلها، وده وارد جدا. لما سالتني قبل كده قلت لي ان الدوري خلص والدوري لمين وبتاع، شكل الدوري بينتهي مع اخر مباراه كويس، مفيش حد يقول اصل النادي الاهلي خد الدوري، نادي فلان خد الدوري، نادي فلان، مفيش حاجه اسمها كده خالص، ولا مباراه هتحدد مين البطل الا اذا كان في فرق كبير جدا ما بين، لكن طالما في منافسه حاليا وفي قرب في النقاط ما بين المتنافسين على المراكز الاربعه الاولانيين، فبالتالي ما ينفعش ان انا اقول دلوقتي اي حاجه خالص بخصوص مين البطل او مش مين البطل. انا كفريق، انا بتكلم بقى عموما يعني مش نادي الاهلي بس، انا كفريق انا بلعب على ان انا احقق الهدف بتاعي، الهدف بتاعي ان انا اكسب واحقق 3 نقط. مباراه بكره مباراه مهمه جدا، مباراه عنق زجاجه للنادي الاهلي، لان دي هي هتبقى في اول مشوار ال8 مباريات صح، اللي هو بيشتغل عليهم النادي الاهلي، لان في فرق ما بينه وما بين في عدد المباريات يعني في نادي الزمالك ونادي بيراميدز، فبالتالي النادي الاهلي في بدايه مشوار بكره هو المصري البورسعيدي، وده اهم يعني انا بعتبر يعني من المباراه المهمه جدا 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 اللي هتفرق مع النادي الاهلي. كويس. طيب انت يعني اتكلمت اكيد كلام كله مهم جدا بخصوص لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، خصوصا في هذه الفتره الصعبه على الفريق، ويمكن هي فعلا فتره صعبه لان انت خرجت من بطوله دوري ابطال افريقيا، كمان خسرت مباراه بيراميدز، لكن لسه الاماني ممكنه بتتمثل في ال8 مباريات المقبلين، بدايه من مباراه الغد امام فريق المصري البورسعيدي. هل شايف ان شاء الله باذن الله باذن الله مباراة الغد تكون نقطة انطلاقة جديدة للقلعة الحمراء نحو الحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم، وإيه اللي مطلوب من اللاعبين والجهاز الفني بالتحديد فيما يتعلق ببداية مرحلة جديدة حاسمة في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري؟ طبعا ما فيش كلام، ال3 نقط بكرة مهمين جدا، ولازم اللعيب أو الفريق يبقى عارف كويس قوي أن ال3 نقط بتاع بكرة هيساهموا في ان النادي الاهلي يبقى 61 نقطه بالظبط، يتخطى نادي الزمالك، هيبقى متخطي نادي الزمالك ويبقى في المركز الثاني. دي نقطه، وهو طبعا فرق بمباريات ما بينه وما بين بيراميدز تمام، فدي النقطه الاولانيه ان انا استعيد الثقه، استعيد على الاقل كمان احتواء الجماهير تمام، جماهير النادي الاهلي عارفه كويس قوي مقدره يعني ايه النادي الاهلي كويس. وبتساند ولما حضرتك بتدوس على الزرار بتيجي على طول، ولما بتطلب بتيجي على طول، فاذا جمهور النادي الاهلي محتاج بكره ان من لعيبه النادي الاهلي ان هم على الاقل يصالحوهم، على الاقل النهارده ان انا اقدم لك حاجه زي ما بيقولوا كده عربون محبه، ان احنا في بدايه المرحله الجديده دي ان احنا حققنا ال3 نقط. هي مصالحه الجمهور في الحقيقه اتاخرت من لعيبه النادي الاهلي، نتمنى ان هي تبتدي من خلال مباراه الغد. لكن خليني اقول لك بمناسبه الجمهور وبمناسبه ان احنا النهارده بنحتفل بمرور 112 سنه على النادي الاهلي، من ضمن المواقف التاريخيه اللي هيتم سردها على مدار التاريخ بالنسبه للنادي الاهلي، واللي هي حصلت مؤخرا بالتحديد بعد مباراه سان داونز، مباراه الاياب، وجمهور النادي الاهلي والموقف اللي عمله بكل تاكيد الموقف الرائع في هذه المباراه، تحياته للاعيبه النادي الاهلي رغم الخساره الكبيره والخروج الافريقي وضياع كل الامال في الفوز بهذا اللقب المنتظر كان السنه دي من قبل لاعيبه النادي الاهلي. لكن بمناسبه ان احنا النهارده بنتكلم في مرور 112 سنه في تاريخ النادي الاهلي، المواقف التاريخيه من ضمنهم الموقف التاريخي لجمهور النادي الاهلي في المباراه الاخيره، وده اللي خلاني او بخصوص ان انت بتتكلم عن جمهور النادي الاهلي لازم نؤرخ هذا الموقف
ويتم سرده دائما في تاريخ النادي الاهلي على مدار ان شاء الله باذن الله السنوات العديده المقبله. فبالتالي دائما جمهور النادي الاهلي بيبقى ليه دور مهم ايجابي مؤثر جدا في مشوار النادي الاهلي في مختلف الالعاب كمان مش كره القدم بس. لا وفي موقف ثاني يا استاذ امير برضو بعد اذن حضرتك نذكر بيه الناس والناس عارفاه كويس قوي وحافظاه، ان هو مش من بعيد يعني من قريب، لما النادي الاهلي خسر بطوله الدوري قدام نادي الاسماعيلي في المباراه في تقريبا في بطوله 2001 وكانت المباراه الاخيره اللي هي مباراه انبي، وحضر الجمهور بعديها في استاد مختار التتش في استاد مختار التتش، وكانت ساعتها اعتقد ان كابتن محمود الخطيب كان هو نائب رئيس النادي او عضو مجلس اداره، لكن نائب رئيس النادي مع الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه طبعا. وحصل ان اللعيبه كانت خايفه تنزل رد فعل الجمهور تنزل الملعب. كابتن الخطيب عارف وطبعا جه على طول في النادي الاهلي وطبعا يعني كابتن محمود الخطيب مش هنقعد نتكلم عليه لان طبعا يعني اسطوره كبيره جدا طبعا. ولما دخل النادي الاهلي اعتقد ان هو دخل قعد مع اللعيبه وقال لهم لازم تخرجوا للجمهور، الجمهور ده ليه حق عليكم، لازم تخش تخرجوا وتعتذروا له، وانا واثق مليون في الميه ان محدش هيعمل اي حاجه. وخرج معاهم وطبعا يعني كابتن خطيب عنده حس وعارف كويس جمهور النادي الاهلي، وده كان موقف طبعا تاريخي ان هم يعني يعني حيوا لعيبه النادي الاهلي في وجود الكابتن من ضمن طبعا المواقف الاكيد تاريخيه. طب خلينا نرجع لمباراه المصري، وشايف ازاي عوده لاعب مهم زي صالح جمعه للمشاركه في هذه المباراه؟ طبعا حسب ما مستر لاسارتي هيقرر وحسب جاهزيته، احنا عارفين ان هو كان عنده شد في العضله الاماميه مؤخرا يعني، لكن هو عاد خلاص وموجود في قائمه النادي الاهلي. أهمية عودة رمضان صبحي في مباراة بكرة إيه من وجهة نظرك؟ بص حضرتك طبعا صالح جمعة، رمضان صبحي، حسين الشحات، أبايه، كل دول لاعبين مهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي. تمام. وكل دول لاعبين بيضيفوا للنادي الأهلي. أنا على مستوى الشخصي بالنسبة لصالح جمعة، صالح جمعة من اللعيبة اللي أنا بعتز بيهم جدا من الناحية الفنية. لعيب هو عنده قدرات وامكانيات، يمكن كمان في حاجات لسه ما ظهرتش عند صالح، لكن هو ما اعرفش ليه لحد دلوقتي بخيل على الناس بيها، بخيل على الكوره بيها. هو صالح انا في اعتقادي الشخصي يعني بعد التزامه خلال الفتره اللي فاتت لا طبعا مش مختلفين عليه، مش مختلفين عليه مع الوقت وتوالي المباريات هنشوف صالح جمعه مستوى انا رائع انا 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 باكد على ان فكره زي ما حضرتك قلت الالتزام، التزام صالح جمعه الحقيقه لا خلاف عليه، وانا بشوف ومتابعين قد ايه صالح جمعه اصبح انسان جديد زي ما بيقولوا فعلا، والتزامات في التدريب، التزام في تعليمات الجهاز، التزام بمواعيد النوم، كل الكلام ده يعني يعني تم متابعته كويس يعني من خلال النادي الاهلي ومن خلال المتابعه يعني اليوميه يعني. لكن انا بقول ان صالح جمعه عليه ان هو يتم يعني تحرره شويه من فكره ان انت لازم تطور كويس قوي من فكره الاداء ويبقى ليك مشاركه دفاعيه وليك مشاركه مع انا شايف ان رمضان وصالح جمعه من احد العناصر هتكون مؤثره في مشروع النادي الاهلي ان شاء الله فيما تبقى من مباريات في بطوله طبعا الأهل. انا يعني اسمح لي ان انا اقول مباراه النادي الاهلي اللي جايه والمباراه المنافسين عشان طبعا بس خلينا نتكلم عليهم يعني نحدد النادي الاهلي عنده ايه عشان برضه جمهور النادي الاهلي نبتدي بالنادي الاهلي يلا النادي الاهلي عنده المصري عنده النادي الاسماعيلي عنده نادي النجوم انبي طلائع الجيش عنده نادي انبي عنده طلائع الجيش عنده سموحه عنده المقاولين العرب والمباراه الاخيره الزمالك نادي الزمالك عنده الاسماعيلي وادي دجله حرس الحدود الانتاج الحربي الداخليه الجونه والاهلي بيراميدز عنده المصري المقصه وادي دجله النجوم حرس الحدود من وجهه نظرك شايف مين اقرب من هذه المباريات ان تكون فرصته اكبر نسبيا بالفوز ببطوله الدوري مثلا؟ لا هو لازم الاول ابص على الانديه اللي هتلاعب كل فريق. عندنا ناديين عندهم مشكله في جدول الدوري. حرس الحدود في المركز 17 اسف 16، الداخليه في المركز 17. تمام دول بينافسوا على البقاء. حرس الحدود والداخليه هيلعبوا نادي الزمالك وهيبقى عندهم مهمه كبيره جدا ان هم يجمعوا اكبر عدد من النقاط على الاقل عشان يقدروا ان هم ينافسوا على البقاء، لان داخل معاهم وادي دجله وداخل معاهم اتحاد سكندري في نفس العدد النقاط. تمام. فبالتالي هيبقى في منافسه. تمام؟ كويس. بيراميدز عنده حرس الحدود. نفس الكلام اللي هو والنجوم طبعا. عنده حرس الحدود، فبالتالي هما عنده فرقتين
مشتركين مع نادي الزمالك، مع الزمالك وبيراميدز بيحاولوا ان هم يقعدوا في الدوري، فهيبقى عندهم القتال طبعا، عندهم رغبه في ان هم يحققوا اكبر عدد من النقاط، فده هيبقى فيه مشكله عند نادي الزمالك ونادي في النادي الاهلي. عنده طبعا الاسماعيلي في موقف كويس في الجدول، النجوم طبعا ده عنده مشكله في الجدول، انبي وطلع الجيش وسموحه والمقاولين العرب والزمالك برضو موقفهم مفيش مشكله فيه، يتبقى ان النادي الاهلي يبقى عنده الرغبه وطبعا الهدف ان هو يحقق يعني يعني على على الورق، على الورق الفرص فيها مشاكل عند الثلاث فرق، ولكن عند نادي الزمالك وعند نادي بيراميدز في عراقيل تخص ناديين مهمين جدا بنفسه على البقاء في الدوري، فدي هتعمل مشكله الى حد ما للفرقتين. طيب خلينا نقول ان الفرص كلها في ايد النادي الاهلي بدايه من مباراه المصري ان شاء الله باذن الله، ان هو يكون موفق في الفوز بهذه المباراه ويقدر يحصد بطوله الدوري من خلال المباريات بتاعته كلها ويفوز بيها، بعيدا عن اي فرقه اخرى. خليني في مشهد سريع عايز اتعليقك عليه، وهو خاص بزياره الكابتن محمود الخطيب والاستاذ عمرو فاروق رئيس النادي ونائب رئيس النادي لزياره الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ومؤازره الفريق قبل مباراه الغد. امبارح كانوا متواجدين في الملعب الاستاذ مختار التتش، شايف المشهد ده ازاي وتعليقك عليه؟ في البدايه عايز اقول كلمه لجمهور النادي الاهلي مهمه جدا ولازم يحطها في دماغه، ان يعني المقوله طبعا لقطات قدامنا ان الفتنه اشد من القتل. تمام. الفتره اللي فاتت حصل نوع من توجيه وارسال بعض الشائعات ان في خلاف ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والاستاذ طبعا الوزير عمرو فاروق. امر انا مش شايفه ليه اي نوع من يعني الكلام، خصوصا ان ما فيش اي موقف واضح وصريح حصل او حد خرج بيه ان في ازمه ومشكله ما بين رئيس النادي والنائب رئيس النادي. الامر الثاني والمهم جدا ان السيد عمرو فاروق من الناس اللي دايما داعمين ومساندين الكابتن محمود الخطيب، وقد ايه يعني الراجل بيقوم بدوره المخصص ليه والمحدد ليه وفقا لمجلس الاداره. تمام. ف ده 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 متوقع، ويمكن الموقف ده يعني اكد على ده. تمام. مش عايزين نقف عنده كتير. اكيد. يعني من النادي الاهلي مش يقف عنده. ده شيء اصلا معتاد يعني. ما يقفش عند الموضوع ده خالص، النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. صح صح صح. مجلس اداره مجلس محترم. طيب. يعرف قد ايه حدوده واختصاصاته يعني. سريعا انا عارف ان انت امين صندوق اللجنه البارالمبيه، ايه الاخبار في اللجنه والامور ماشيه ازاي وابرز التحديات والبطولات اللي هيتم المشاركه فيها خلال الفتره الجايه؟ لا احنا في سرعه احنا ماشيين كويس الحمد لله، والامور عندنا بطولات مشاركين فيها، وفي بطولات يعني بتمارس حاليا، في بطوله في جلاسكو في انجلترا، وفي بطوله في المغرب العاب قوى دي سباحه ودي العاب قوى في المغرب، وان شاء الله عندنا بطولات قادمه للتاهيل بالنسبه لرفع الاثقال وبقيه الالعاب، وربنا يكرم ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب وكل التوفيق ان شاء الله. اخيرا توقعاتك للمباراه بكره بسرعه. مباراه مهمه للنادي الاهلي عليه ان هو يحقق فيها ثلاث فوز ثلاث نقاط، ولكن المصري فريق مش سهل طبعا، فريق قدر ان هو يستعيد ايهاب جلال مدرب كويس، فمباراه مش سهله يعني. مفيش توقع يعني؟ لا انا ما بتوقعش النتائج لان حسب ظروف المباراه يعني. أكيد. حسب كل ظروف كل مباراه. نتمنى ان الظروف كلها تكون في صالح النادي الاهلي في هذه المباراه ويقدر يحصد ثلاث نقاط جداد في بطوله الدوري. استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا جزيلا. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. في قبل ما نختم طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، ان شاء الله يحصد ثلاث نقاط مهمه في مشواره في بطوله الدوري، ويقدر ان شاء الله ياخذ مباراه تلو الاخرى نحو الاحتفاظ بهذا اللقب للموسم الرابع على التوالي، والبطولة رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي في بطولات الدوري العام. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، استنونا وحلقة جديدة بكرة في نفس الميعاد. إلى اللقاء.